السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما ماتت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ظهر في مواقع أجنبية كتير إن النسب بتاعها يمتد للرسول صلى الله عليه وسلم، وبرضه في مواقع شيعية نشرت الكلام دوت والنسب. طب إزاي ملكة مسيحية يعني النسب بتاعها ينتمي لرسول الإسلام؟ فأكيد في حد تحول من الإسلام للمسيحية، وهنلاقي النقطة دي في زايدة بنت المعتمد. تمام، هي دي القصة حواليها. طيب، في أي حاجة تاريخية زي كده بنبدأ نشوف مين الأول واحد قال على القصة دي، يعني هل هو راجل تاريخ ولا واحد كان بيقول قصة وبيحكي حواديت ولا زي مثلا قصة إن ذو قرنين هو الإسكندر الأكبر، نشرت بشكل بشع في كل الكتب، لكن أول واحد كان قالها ابن سينا، وابن سينا معتمد في الطب ومعتمد في الفلسفة، لكن كان تاريخيا ما درسش تاريخ، ودينيا برضه مش معروف عنه إن هو رجل دين. بالعكس، في الفلسفة في 3 نقط خدهم من غير ما يبص هل دينيا ينفعه ولا لأ، فلازم ندق وراه ما ناخدش كلامه من غير ما ندور وراه. طيب، قصة النسب الجميلة ديت مين أول واحد اخترعها؟ طيب، أول واحد اخترعها هو واحد سوداني اسمه عبد الله الطيب. تمام، وهو مشهور بأن هو راجل بيكتب في شعر عربي ودواوين وكلامه جميل جدا، لكن ملهوش في علم التاريخ. تمام، وكان بيقعد يجتهد في بعض الحاجات، والحاجات دي أغلبها كانت بتطلع غلط، زي مثلا لما قال إن هجرة المسلمين الأوائل ما كانتش الحبشة لا كانت للسودان، والعرب ما كانوش يعرفوا الفرق بين الحبشة والسودان، رغم إن العرب ساعتهم كانوا يعرفوا، وكانت في قصايد لسيرة ابن هشام، وسيرة ابن هشام تعتبر من أقدم السير، فكان في قصايد ألم تعلم ما كان في حرب داعس وجيش ابن يكسوم إذا ملأوا الشعب فلولا دفاع الله لشيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سرا. فهم كانوا عارفين بمملكة أكسوم، جيش أبي يكسوم، واللي موجودة في الحبشة وموجودة في الأثيوبيا، والدلائل اللي موجودة إنها كانت فعلا هي موجودة في الحبشة، وأقدم مسجد في أفريقيا موجود في الحبشة. تمام، ويعني هو كان بيقول حاجات الغرائب، كان لما بيلاقي حاجة غريبة كان بيقعد ينشرها، فلقطوا الفكرة ديت بتوع بريطانيا بحيث يقولوا للناس إن يعني ان انتوا بتتابعوا حد من نسل النبي بتاعكم وهكذا. تمام، عجبتهم الفكرة بحيث ان هم يقدروا يسيطروا بجيش صغير على الممالك بتاعتهم، ونشروا الفكرة دي في وسط الطرق الصوفية وفي وسط الشيعة، رغم ان القصة ما فيهاش اي حاجة صحيح خالص وحاجات يعني اساطير. تمام، هو فعلا ملكة بريطانيا اليزابيث حسب الناس اللي بتفهم في الانساب ان عندهم لها جدة أسبانية تدعي زائدة الأشبيلية. تمام، وهي كانت بيقولوا زوجة أو محظية للملك ألفونسو السادس ملك قشطالة، وزائدة دي اختلفوا فيها تماما المؤرخين، ففي ناس بيقولوا إنها مختلفة تماما عن زائدة اللي هي كانت زوجة الفتح بن المعتمد بن عباد. تمام، وفي ناس بيقولوا ده كانت بنته، وفي ناس بيقولوا لا ملهاش علاقة خالص، ده تشابه في الأسامي، وناس بيقولوا ان هو يعني كان بيحاول يعمل صلح بين المعتمد بن عباد مع ملك راس الانفونسو، فقال له خد بنتي تبقى عندك كضمان ان انا مش هخون العهود. طبعا كفروه ازاي تعمل حاجه زي كده، لكن مفيش علاقه اصلا بين بنو عباد وزائده بآل البيت، مفيش خالص. تمام، دول من عرب العراق من المناذرة، ملهاش علاقة نهائي بالقرشيين ورسول سلام والنسب الطاهر دول. يعني حتى لو صح ان اليزابيث دي الجدة بتاعتها زائدة الاندلسية، فما فيش اصلا علاقة بين زائدة وبين بنو عباد، سواء كان جوزها او اخوها لاختلاف المؤرخين نهائي، لان هم تبع اسرة المناذرة. اسرة المناذرة دي كانت ناحية الحيرة تحت رعاية الإمبراطورية الفارسية، فلا هم سهروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سهروا آل البيت، ولم يدعوا. تمام، هم ادعوا يعني لا ادعوا الخلافة ولا ادعوا إن هم من آل البيت،
رغم ان في ناس كتيره في نفس الفتره دي كانوا بيدعوا الخلافه وبيدعوا قصه آل البيت اساس، يعني الناس تبدا زي ما بيقول ابن خلدون ان هم ياخدوا قبول من الناس، إن يعني عشان تحكم العرب بالذات لازم يبقى فيه قوه او في نسب للقرشيين. فهم لما دعوا الكلام دوت، يعني في شك كتير جدا هل فعلا زي ايه ده جدة اليزابيث، وده طبعا المؤرخين الاجانب الكلام فيها كتير جدا. تمام، لان زي ايه ده خلفت تلت ابناء، بنتين وولد، وكانوا بيقولوا ان هم غير شرعيين فما لهمش حق في العرش الاسباني، وراح هو الفونسو عين ابنه سانشو كولي العهد، تمام، متجاهل ابنائه التانيين من زواج شرعي. فالقصة كلها هل هي نسب مش نسب والحاجات دي كلها، لكن من المؤكد ان مفيش حاجة تربط بين اليزابيث الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وده بالبحث التاريخي وبالبحث البسيط جدا. وبرضه قالوا انها من ابناء حد من ملوك الفراعنة، هم بيحاولوا، احنا بنحاول ان احنا نوجد اي حاجة على اساس ايه المغلوب مولع بتقليد الغالب وهكذا، وهم شايفين ان دي حاجه يعني بينشرها طبعا بالعربي مش بالاجانب مش بال مش في بريطانيا، بينشرها بس ايه تخاريف كده بين الناس اللي هم شايفين ان هم ممكن يصدقوا حاجه زي كده، وما عندهمش مانع ان هم يقولوا ان هم من نسب الهنود وينشرها في الهند على اساس ان الهنود ما يحاولوش يطلعوا بثورات عليهم ويتقبلوا الحكم بتاعهم.